اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حكيتك. العديد من الاخبار التكنولوجيه رح نقدم لكم اياها لليوم، واولها عن نوكيا. كشفت احدث التسريبات على موقع جيك بنش عن جهاز نوكيا الجديد اللي هو دي 1 تي. هذا الجهاز من المتوقع انه يرجع نوكيا على ساحه المعركه بخصوص الهواتف الذكيه. من المتوقع انه جهاز النوكيا دي 1 تي يجي بنظام نوغات 7.0. لغايه هاي اللحظه ما اعلنت الشركه عن كيف رح يكون وضع الكاميرا والشاشه لهذا الجهاز، ولكن من المتوقع انه يجي منه 3 نماذج مختلفه. رح يجي جهاز النوكيا دي 1 تي بمعالج سناب دراجون وسرعه 1.4 جيجا هرت وبكرت شاشه ادرينو 505، واخيرا رام بسعه 3 جيجا بايت. ومننتقل لنحكي عن طائرة مافيك برو. هاي الطائرة اللي أعلنت عنها شركة دي جي آي تيجي بكاميرا مدمجة 4K. عقدت شركة دي جي آي مؤتمرها بنيويورك، وخلال المؤتمر أعلنت عن آخر التكنولوجيا اللي زودت فيها طائرتها اللي من غير طيار اللي هي مافيك برو. حسب ما بتقول شركة دي جي آي، هاي الطائرة من غير طيار رح تيجي بحجم صغير ورح تقدر إنها تصور بدقة 4K. غير هيك أعلنت عن نظاراتها الجداد اللي هم الجوجلز اللي رح يدعموا مستخدمي الطائرة من غير طيار. طائرة المافيك برو من المتوقع إنها تكون بالأسواق خلال شهر نوفمبر، وغير هيك أعلنت الشركة إنه هذه الطائرة رح تكون قابلة للطي وبقدر الواحد بسهولة يذوبها بالشنطة. الطائرة رح يكون في إلها 4 شفرات ورح تكون مزودة بالعديد من التقنيات الجديدة. أكدت شركة دي جي آي إنه هذه الطائرة قادرة على التحليق لمدة 27 دقيقة متواصلة، وهذا الحكي بيعود لنظام الدفع الجديد الموجود بالبطارية. بإمكان طائرة مافيك برو إنها تصور بطريقة سلسة وانسيابية حتى لو توصل سرعة الرياح ل 40 كيلومتر بالساعة، وهذا الحكي بيعود لنظام تثبيت موجود داخل الطائرة الجديدة. ومع نظام الجيو فنسينج الجديد اللي موجود بطائرة المافيك برو، رح تقدر هاي الطيارة إنها تستشعر المواقع اللي مش مفروض إنها توصلها وتحافظ على أمان هذه الطائرة بنفس الوقت. رح يبدأ سعر كاميرا المافيك برو من 749 دولار، وبرضه رح يتراوح من 999 دولار لل 1199 مع وحدة التحكم. ومننتقل لخبر رح يفيد كل الأشخاص اللي جابوا الآيفون 7. هذا الكفر رح يعالج المشكلة اللي عم بواجهها مستخدمي بالأخص منفذ السماعات 3.5 ملم. عم بيقدم هذا الكفر اللي اسمه فيوز الدعم المطلوب للواحد يقدر انه يسمع الموسيقى ويستخدم السماعات بطريقه سلسه. رح تيجي هذه الحافظه او الكفر فيوز ببطاريه خلفيه، وبرضه رح يكون في منفذ 3.5 ملم للسماعه. الكفر فيوز رح يدعم شحن الموبايل من خلال وصلات لايتنينج، وغير هيك رح يجي بسعر 50 دولار. ومننتقل لنحكي خبر عن شركة جوجل. أعلنت شركة جوجل عن إطلاق الإصدار الثالث من الأندرويد وير 2.0. هذا الإصدار من الأندرويد وير 2.0 عم بتم معاينته فقط من قبل المطورين، وللمرة الثانية على التوالي أعلنت جوجل عن تأجيل إصداره للعامة لعام 2017. وبعد انتقال الجوجل بلاي للنظام الاندرويد وير 2.0 صار كتير اسهل على المستخدمين، لانهم بطلوا لحاجه لهواتفهم الذكيه ليقدروا انهم ينزلوا التطبيقات على الساعه الذكيه. وهذا النظام الجديد من المتوقع انه يكون متوفر للمستخدمين بعام 2017. لهلا رح ننتقل لمقابله مع ملك الداوود. طلعنا بفكره انه نعمل لعبه تساعد مرضى التوحد، يعني لعبه تقدر تخلي طفل التوحد يندمج مع الناس الثانيين. ايش التوحد نفسه؟ هو انه الطفل بيبعد عن العالم اللي حواليه وبصير يعني مع نفسه. كيف مع نفسه؟ انه حركاته اليوميه، ممكن في اطفال توحد بيضل يلعب يعمل في ايديه حركات، في طفل توحد اللي ما بيرضى يتطلع بيضل على الارض دائما. هلا هاي اللعبه احنا درسنا الصوت كموسيقى فيها حتى انها تجذب انتباهه وتهديه في نفس الوقت، لان احنا بنحتاج نهدي طفل التوحد. وعدا عن هيك احنا اخترنا الحركات بطريقه مش تستفزه، نقدر نحكي تلفت انتباهه اكثر حتى نخليه يندمج بهاي اللعبه. هسه لما طفل التوحد يلعب هذه اللعبه راح يتخلى عن الحركات اليوميه اللي بيعملها، وطبعا مع فرذر ستيب احنا راح نزيد انه يصير في تواصل بينه وبين ممكن امه، بين يعني عائلته، الناس اللي حواليه، البيئه اللي حواليه، حتى نجمع بينه وبينهم احنا.
طبعا هاي اللعبة احنا اول شيء بلشنا نعملها بسبب الاب تشالنج، مسابقة دخلناها على مستوى المملكة كانت، ووقفنا يعني حاليا شغل عليها لانه احنا حاليا احنا طالبات توجيهي. رح نكمل بعد التوجيهي على اساس انه نكبر اللعبة ونقدر نزود اكثر من مركز توحد في هاي اللعبة. هلا احنا طلعنا بهاي الفكرة لانه كان المفروض نعمل لعبة تعليمية، بس احنا حبينا تكون يعني حبينا نساعد فئة، بدل ما إنه نعملها تعليمية نعملها إشي يساعد مجموعة. وطلعنا فيها كفكرة توحد. ليش؟ لأنه كفكرة التوحد مش إشي مسلط عليه الضوء كتير، يعني مو كتير مسلط عليه الضوء، فإحنا حبينا يعني نسلط الضوء على هاي الفكرة وننتبه لها أكتر. مدرستنا جابت المركز الأول على مستوى المملكة على 135 مدرسة، بس بالنسبة لنا ما قدرنا نوصل للي وصلنا له ونجيب هذا المركز لولا دعم العقيدة الدكتورة تغريد شبيلات اللي دعمتنا في طريقة إنه إحنا نقدر نوصل فكرتنا، نقدر نعمل هاي اللعبة ونقدر نجيب هذا المركز. ومننتقل لأخبارنا السريعة لليوم، ونبلش بشركة أبل اللي خسرت بدعوى قضائية ضد بيرنت أكس وصلت ل 302 مليون دولار بسبب براءة اختراع فيس تايم. شكله أجهزة سامسونج مش الأجهزة الوحيدة القابلة للانفجار، لأنه وصل خبر إنه في هاتف آيفون 7 تعرض للانفجار كذلك. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية أخبارنا لليوم بحكيتك، نلتقي فيكم الأسبوع المقبل. مع السلامة.